السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن أخواننا دائما في هذا المنبر قاعدين نطرح أسئلة، وبنوجه الأسئلة للمخالفين للإسلام، وما في واحد فيهم قاعد يجي يجاوب على الأسئلة دي، إنما بيحفر حفرة، والأسئلة بتاعتنا دي كلها بدخلوها بيدفنوها، وبعد ذاك بيبدوا مواضيعهم. وده إن دل إنما يدل على الخواء، لأنه أنت جاي تناقش ناس مخالفينك، لما يطرحوا لك أسئلة المفروض أول حاجة تجاوب على الأسئلة، زي ما نحن قاعدين نجاوب على أسئلتك كلها، تجاوب أول حاجة، بعد ذلك جيب كلامك أنت. فهذا الموضوع، موضوع المرأة، أولا نطرح سؤال يا أخوانا، والسؤال ده مطروح للشيوعيين والعلمانيين، ونحن الحمد لله عندنا له جواب، لكن دايرين الشيوعي والعلماني يدق صدره ويجي يورينا هل هو موافقنا في الجواب بتاعنا ده، ولا عنده جواب هو حقه براو. الكلام ده اخواننا تذكروه كويس، اذا جو عملوا نايمين من الموضوع ده تماما، عارف انه النازل ما عندهم حاجة، وهم اصلا ما عندهم حاجة. طيب، من هو صاحب الحق في تحديد حقوق وواجبات المرأة؟ ده سؤال سجلوا عندك يا شيوعي. أكرر، من هو صاحب الحق في تحديد حقوق وواجبات المرأة؟ الجواب حقنا كمسلمين إنه صاحب الحق الله تبارك وتعالى، ده جوابنا. ودليلنا على الجواب ده قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خط هنا خطوط، وخلق منو الخلق؟ الله عز وجل، منها زوجها وبث منهما، يعني من الزوجين ديل، رجالا كثيرا ونساء. يبقى أصلاً النسوان الموجودات الآن اللافات ديل كت الأجاب منه أصلاً؟ الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال تعالى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يبقى الإناث ذا كلهم يا أخواننا خالق الله، كويس؟ طالما الخالق الله يبقى هو اللي عنده الحق يحدد حقوق وواجبات المرأة، الله تبارك وتعالى. والعقل الصريح بيقول كده، انتبهوا يا شباب، جماعة دي طبعا عاملين فيها عقلانيين، وهم والله أفشل الناس في العقل والعقلانية. أتحداك يا علماني تعال نناقشك والله عقل والله تفشل، لأن المسلمين ذي العقول عقول نيرة، ناس بيقروا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنت عقلك كله تنباك وسجائر وحاجات أخرى، فما أحد أقدر عقل. يا أخواننا الليلة لو في شركة من الشركات صنعت سيارة مثلا، والسيارة دي ما في زيها أصلا، أول صناعة عليها، كويس؟ اللي عنده الحق يا أخواننا إنه يضع الكتالوج بتاع السيارة دي ويوري الناس إنه السيارة دي بيشغلوها كيف، والحاجات المضرة بالنسبة لهذه السيارة، اللي عنده الحق منه، مش الشركة الصانعة
ولا انت علماني؟ منو اللي عنده الحق؟ اي زول عاقل بيقول الشركه الصانعه لانه هي صنعت. طيب ولله المثل الاعلى، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الخلق المراه، كيف ما يكون عنده الحق انه يدبر لها شؤونه ويبين لها الحاجات اللي بتصلحها والحاجات اللي بتفسدها؟ كيف؟ ده سؤال عقلي يا علماني تجي تجاوب عليه وما بتقدر. يبقى اخواننا دي اهم نقطه في هذا المنبر، ان الله تعالى هو صاحب الحق عز وجل. اذا اتفقتوا معانا يا علمانين، وما اظن اذا اتفقتوا معانا، بعد ذاك نمشي للنقطه اللي بعديها. من الذي يعلم ما يصلح المرأة وما يفسدها؟ منو؟ ما انتوا الليلة بتتكلموا المرأة وما المرأة حقوق المرأة وما حقوق المرأة. كلامكم ده كله داير بدور في أمرين اثنين. الأمر الأول إصلاح المرأة، الشيء اللي بيصلحها شنو؟ والأمر الثاني فساد المرأة، الشيء اللي بيفسدها شنو؟ ده موضوعكم كله. أن إحنا الجواب بتاعنا نفس الجواب الأول، إنه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح المرأة وما يفسدها. قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ده استفهام علماني تجي تجاوب، استفهام من الله تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق، تجي تجاوب، جوابك شنو انت للآية دي يا علماني؟ الله قال لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. لاحظ الاسم العظيم ده، اللطيف الخبير، لطيف بعباده ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الله قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ده من لطف الله عز وجل علينا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ده من لطف الله عز وجل بنا. خبير، الخبير ده هو العالم ببواطن الأمور، الخبير العالم ببواطن الأمور. هل انت علماني خبير بشؤون المرأة؟ تحداك، انت خبير بشؤون المرأة؟ انت ما بتعرف أي حاجة لأنك ما خلقتها، كيف حتكون خبير بشؤونها؟ وخليك من المرأة، انت خبير بشؤونك انت؟ لو خبير بشؤونك ما كان بيجيد علماني ولا كان بيجيد شيوعي والله، فما بالك دارت أي تتحكم في شيء انت اصلا ما عندك فيه دخل ولا عندك فيه يد اصلا. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ودي اللي انا بختم بها لانه دار افتح الفرص كويس، موضوع مساواة المرأة بالرجل. طبعا العلمانيين والشيوعيين ومعهم ناس القراي كلهم اتفقوا على مساواة الرجل بالمرأة، وده طبعا غباء. القراي قال جابوا في مؤتمر بتاع قالوا إحياء ذكرى محمود محمد طه، الهالك محمود محمد طه، جاء قال قام قرأ الآية، وطبعا قرأها غلط، ما قاعد يقرأ ولا آية واحدة صح لأنه ما عنده علاقة بالقرآن. ولا يمكن أنت زول مضل وزول مجرم ربنا سبحانه وتعالى يوفقك عشان تنطق بالحق إطلاقا، لأنه الله قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، عشان كده ما بيقروا الآيات صح. ولاحظوا لهم بعدين لما يخشوا فينا لما يحاولوا يقروا لهم آيات كلها بيقروها غلط والله. قرأ الآية فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، من سورة النساء. قام قال طبعا الكلام ده للمرأة الزمان، أما قال المرأة الأسي البقت بيساوي الراجل لا يمكن قال نقول لها كلام زي ده، شو المجنون الأهبل قال لا يمكن نقول لها كلام زي ده. أنت داير تساوي المرأة بالراجل، طيب الله خلقنا الاثنين قال ما بيساوي، ما رأيك شنو؟ شنو هو؟ ركوب راس. الله خلق الراجل والمرأة قال ما بيساوي. قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، انت بتعرف وليس يعني شنو يا علماني؟
وليس دي نفي، نفي مطلق. الله قال لك وليس الذكر كالأنثى، والذكر يشمل أي ذكر والأنثى تشمل أي أنثى، يعني أي ذكر ليس كأي أنثى. أنت دار تساويهم بياتفهم، بياتفهم دار تساويهم. بعدين يا أخوانا الخلقة بتاعت الرجل وبتاعت المرأة بتقول إنه لا يمكن يتساو كده، بالعقل نناقشك يا علماني، خلقة تركيبة بتقول إنه لا يمكن يتساو. أسي في حاجات بيسويها الراجل لا يمكن تلقى مرأة تسويها. أديك مثال كده، أمشي المنطقة الصناعية دي، أمشي المنطقة الصناعية خرطوم بحري أي محل، أتحداك في مرأة شغالة هناك لقيتك محلات ست البنات للجيروبوكسات في محل زي ده، حصل مشيت المنطقة لقيت لك مرة مبطوحة تحت عربية قاعد تفك المكنة، الشيء ده لاقاكم يا شباب موجود ليه؟ السبب شنو؟ لأنه ما بيتوافق مع خلقتها. ما بتقدر يا زول مرة تفك لها جيروبوكس، والله مستحيل، ما بتقدر، لأنه شغلة دي ما شغلتها ولا بتقدر. يا غاسي تلقى واحدة سايقة لها عربية ومبسوطة وماشية ومشغلة المكيف، وفجأة اللاستيك دو يدق، تتمحن يا زول وتطلع تلفوناتها وتدوق يمين وشمال، كله ده في شنو؟ في لاستيك. انت اللاستيك ده بتغيره في 5 دقائق وتبقى ماري. هي بتكون دائرة لها واحد يجي عشان يغير لها اللاستيك، وممكن تطلب إسعاف عديل عشان اللاستيك ده، لأنه لا بتقدر تحل لها صامولة، لا بتقدر تنزل لها عفريتة تحت عربية ترفع العربية، ما بتقدر يا علماني، انت مجنون في راسك ده، دار تساويهم كيف انت يا زول؟ ما بتقدر اطلاقا. شكد الله قال لك وليس الذكر كالانثى. في حاجات بيسوونا النسوان انت كرجل ما شغل، لا بتقدر عليه ولا مستحيل اصلا. المرأة بترضع يا علماني، انت رايك شنو في الموضوع ده؟ والله العظيم انت عارف مرة واحدة ممكن ترضع لها 20 شافع الله يبارك، ولا بتفتر تاني بترضع 20 شافع بترضعه ما في اي مشكلة. اها انت كيف هسي في راجل بيرضع الا عند صوفية؟ والله عند صوفية في طبعا، والله في كتاب طبقات والضيف الله الصفحة 25 قالوا الشيخ ادريس ودال اربابة بفركة كان بيرضع الشفة دي طبعا. والله يا اخوان في كتاب طبقات والضيف الله، تخيل معي، شوف كل الناس يضحكوا يا علماني، تقول مساواة الرجل بالمرأة، مساواة كده، تعال طلع لنا لبن هنا عشان نشوف المساواة دي كيف. تحداك اوعى الكلام ده بعدين تشرد منه شمال ويمين، الناس زي اللي منتظرينك يا علماني، لا بدل لك. والله نحن كلامنا ده بنقوله وخشومنا مليان والحمد لله، ما زيك بتجي بترجف. والله انا حقيقة خايف، خايف مالك؟ هنا في بعبع هل بيخوفك شنو؟ هنا في قال الله وقال رسوله، ده وده ياهو أشيل بيخوفك يا علماني. شكيدة الله قال وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. نحن لما نقول الله قال، والله انت ترجف من راسك ليك عينك، لكن انت لما تجي تقول لي أرسطو قال، نديه لك شلوت لما يقع بينك، يقع بينك أرسطو بتاع شنو وفلاطون بتاع شنو؟ نحن عندنا الله يا زول، انت ما قادر تفهم، عندنا النبي عليه الصلاة والسلام. فشغل هذه أخوانا عقليا كده ما بتجي، والله ما بتجي. الراجل زي المرأة أو مرأة زي الراجل؟ لا أبدا. ثم ثانيا الراجل ده يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى فضلوا على المرأة كجنس. شوف ذات الشرف ده العلمانين ما دايرينه يا أخي، شيء الله خلقك شرفك به، أنت ما دايره ليه؟ جنس الرجال، جنس الرجال أفضل من جنس النساء. أي نعم قد يوجد في أفراد النساء من هي أفضل من آلاف الرجال بل من ملايين الرجال، كعائشة رضي الله عنها وخديجة وغيرهن من أمهات المؤمنين والصحابيات. ممكن في أفراد بعض النساء واحدة بفضائل ممكن تكون أحسن من آلاف الرجال. ربنا قال وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
لكن كجنس جنس الرجال أحسن من جنس النساء. شكيد ألاحظ الآيات اللي أنا قريتها لك يا علماني. الآية من سورة النساء الله قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لما قال ونساء ما قال ونساء كثيرات، لكن لما قال رجالا قال كثيرا. العلماء استنبطوا من هنا فائدة، قالوا لأنه كثرة الرجال عز. كثرة الرجال شنو؟ عز. كل ما تلقى المجتمع فيه الرجال كتار أعرف إنه المجتمع ده عزيز. وبالعكس لما تلقى المجتمع فيه نسوان كتار والنسوان هن المسيطرات على الوضع أعرف إنه المجتمع ده ذليل ما بيسوى أي حاجة. شكيد الله قال رجالا كثيرة وما قال نساء كثيرات. الآية الثانية اللي قريتها لك من سورة الله الشورى الله قال يهب لمن يشاء إناثا. شوف لما قدم الأنثى نكرة، تعرف نكرة يعني شنو يا علماني؟ يعني جابها بالنكرة. قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور بالتعريف. والمعرف بأل أفضل من شنو يا أخواننا؟ أفضل من المنكر لو بتفهم يا شيوعي. لما قدم المرأة نكرة طوالي، وجاب بعدها الرجل عرفوا بالألف واللام. أمشي لقدام قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. لما نكر الذكران جابوا الأول. شفت البلاغة بتاعت القرآن؟ لما نكر الذكران ونكر الإناث جاب الذكران قدموا على الإناث. عشان تعرف إنه جنس الرجال أفضل من جنس شنو؟ أفضل من جنس النساء. وده ما فيه أي إساءة لمرأة، ما فيه إساءة لمرأة يا أخي. المرأة العاقلة ذاتها بتعرف الكلام ده، بتعرف إنه الراجل أحسن منها، والله العظيم بتعرف إنه الرجل أفضل منها. المرأة العاقلة بتعرف الكلام ده. أما الدائرة تجي تعمل فيها راسة مع الرجال واحد، دي في النهاية زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولعن لعنة الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلة النساء. يعني المرأة الدائرة تبقي نفسها شنو؟ دائرة تبقي نفسها زي الرجال وتسترجل. يا أخي دي منبوزة حتى في المجتمع، حتى في المجتمع منبوزة. دي نقاطنا يا أخوان، والكلام لسه كثير، لكن لعلنا نفتح فرص، ولا الرأي شنو؟ نفتح فرص للحوار والنقاش. وين يا جماعة؟ تفضل.